الأبدية مش ندامة ختمة يوماتها. كون قريبة ومصحة ولاية سقلة يجول ورجلة وغزيلة بهيكلان سبنان التورة وقربة ويولة ومصرفة علي تيوي قبلت طالع احدى بندية من خولة فلطلة كل ليل من هيكلة قلبة وتورة مصرفانة والبس لدرها ما فديه وقلب ليل باخورة ديه وميرة تمزى بنان بيونة وقاموا هناك اياما يسيره وكان فصح اليهود قد قرب فصعد يسوع الى اورشليم فوجد في الهيكل باعه البقر والخرفان والحمام والخيارفه جالسين فصنع له مغصره من حبل واخرج جميعهم من الهيكل والخرفان والبقر والصيارفة ونثر دراهمهم وقلب مواعيدهم وقال لباعة الحمام ارفعوا هذه منها هنا ولا تجعلوا بيت أبي بيت تجارة فذكر تلاميذه أنه مكتوب غيرة بيتك أكلتني فأجاب اليهود وقالوا له أية آية ترينا حتى تفعلوا هذا؟ أجاب يسوع وقال لهم انقلوا هذا الهيكل وأنا في ثلاثة أيام أقيمه. قال له اليهود في 46 سنة بني هذا الهيكل أفتقيمه أنت في ثلاثة أيام؟ أما هو فكان يعني هيكل جسده لما قام من بين الأموات تذكر تلاميذه أنه قال هذا فآمن بالكتب وبالكلام الذي قال يسوع انجليزي. كم مرة دخل يسوع
يسوع الى الهيكل. ارفع عيني. كم مره دخل يسوع الى الهيكل؟ طبعا ارفع عينك. لما نسال سؤال لا حد ليه في راسه ولا حد ليه في الكلام. نعم. مرتين. بعد. يلا. Yeah, you give him a card. Yeah, use. Three. Three. بعد. عندنا اثنين، عندنا ثلاثة، بعد. يلا يلا. ثلاثة. ثلاثة؟ إيه مقالة ثلاثة. عندنا اثنين وثلاثة، بعد. أنتوا تعتقدون كويس. كنتوا شطار قبل فترة تجاوبونا سعادة جميلة. يلا. No, no, please. Quiet, please. نعم. أنا ثلاثة. إيه متقول اثنين وثلاثة. بعد. أكو غير رقم. Do you have something? No. How many times Jesus went to the temple? He went in the temple. How many times in his life? And I'll get to at least five. Five. بعد. Done. Time out. خلص. يسوع إذا كان عمره 30 سنة وبدا رسالته، يسوع إذا يطبق الشريعة معناته 30 مرة دخل أقل شيء لازم يدخل مرة بالسنة. Jesus, of his age, before start his mission, he was 30 years to start his mission. And he said, I'm to complete the constitution of the book. I'm not destroyed. I'm complete. I'm continuing. And I'll come back. If his age 30, at least once a year, he went to the temple. At least. صحيح ولا لا؟ بس الكتاب المقدس داوى قديشة ليلة خيرة غير أربع مرات. قلت اثنين، قلت ثلاثة، قلت خمسة. زين أربعة ليش ما قلت؟ أربع مرات ذات الكتاب المقدس، شو وقت هاي أربع مرات؟ فور تايمز، أربع آية تاوت تاخر أنه إيجا الميرة اللي تايتها. كنت ويا عمره 8 وما تأثرت تطهرينه يعني. لما كان عمره 8 أيام يجوا يخدمون الطفل. I think it's a circumcision. يعملوا circumcision. فهاي مرة لما كان عمره 8 أيام ولما كان تذكرون شو صار الشيخ تقريبا 40 يوم بعدين 12 بعدين هالمرة اليوم قرينا انجيل يوحنا انه يسوع دخل الى الهيكل في بداية خدمته تطهير الهيكل. انجيل متى يذكر يسوع دخل الى الهيكل وطرد قاعة الهيكل مش وقت لما كان يسوع ايضا صعد الى اورشليم وطهر الهيكل وضاف جملة اخرى ولا تجعلوا بيت ابي مغارة لصوص. انتبهتم؟ اليوم ما ذكرها انجيل يوحنا متى يذكرها؟ معناته حسب التفسير نقدر نقول يوحنا كثير عميق بكلامه، له كثير يلقينا. فمتى يذكر العشاء الفصحي؟ ما يذكر اشياء اللي ذكرها متى ولوقا ومرقس. يذكر اشياء مهمه ولاهوتيه عميقه عن حياه يسوع. مو مثل متى يعطينا تاريخ حياه يسوع من منو ومن منو ومن منو، ويجينا لوقا يعطينا المجوس وولاده يسوع ويوحنا السابق وغيره، نفس الشيء مع مرقس. يوحنا ما يعطي هذا الشيء، يعطي عمق لاهوت. معناتها عندنا مرتين دخل يسوع الى الهيكل لتطهير الهيكل. بس فكروا هل احد مع تقديس الكنيسه؟ أني خوشبانة قودش عيد أني طلافة خوشبانة خوشيبة قمايا بقير إيشو شوفوا بس سووا مثل فيلم imagine just make a movie. Jesus is walking with his disciples. He asked them, what do you think about the son of man? Who is it? من إلى إيشو مرون 12 ما يكمل إليه تلميذهم جوب له ختمة كمري يوحنا ختمة كمري إيرانيا ختمة كمري إيليا
قلب. Just imagine, it's a movie. Jesus is walking with his disciples and he asks them. بعدين, the second Sunday of the crown of the church, الأحد الثاني من تقديس الكنيسة, يسوع مع تلاميذه بس خلوة. يسوع يسير, يمشي. زين وصل إلى أراضي زراعية, طيلة الأراضي زريتا. كفنا تلميذه, كفنا ما ودلهن, طيلة يشبلة, فشلة بقراها وبخاتها. ما كان عندهم وقت يروحون للسوق حتى ياكلوه. أقطعوا أحد الثاني إنه يسوع يسير مع التلاميذ, جاعوا قطعوا حنطة, فركوها من القش مالتها, نفخوا القش هذا, أكلوا الحنطة. يسوع يسير, سأل أول أحد, جاعوا التلاميذ أحد الثاني, وصلنا للهيكل. لما دخل يسوع, هل شنو هذا البيت؟ ما يصير, هذا بيت أبي, شنو هاي الغنم؟ شنو هذا البقر ينادى؟ انتبهتم؟ وصلوا التلاميذ إلى هيكل. صار عصبي يسوع. معقول يسوع حل عصبي يشوف من عنده؟ بقمة عصبية يسوع. بيت أبي بيت صلاة يدعى. كنيسة مالتنا ما هي كنيسة محافظات أو سياسة أو منبر سياسي نتكلم أو مرشح فلان مسؤول, لا لا, هي مو شغلتنا. كنيسة نوصل كلام يسوع لكل إنسان محتاج. وكنيسة ما هي تجارة. وكنيسة لما تيجي تطلب من عندنا شيء إنه نتبرع فشيء أو نسوي اشتراك مالتنا أو نسوي, هاي كنيسة محتاجة إلكم. هاي ما معناتها تجارة. هسا قسم منكم راح يجون الأيام الجاية راح تكون بابونا باب الكنيسة, ليش بنشغل هي؟ زين هذا مو إيراد ودفع؟ هذا مو ببلاش. هذا إيراد ودفع. هذا يبين أنت إيش قد تضحي للكنيسة. إيش قد تنطي. روح اقرا سفر ميخا فصل 3 الايه 7 و9 وذاكرها انتم. هذا الشعب يسلبني, هذا الشعب يبوقني. ليش يبوقك؟ شلون يبوقك يا الله؟ لانه لا تنفون العشر, لان ما تنطون العشر مالكم. هاي هي النقطه. انه او يجي واحد يقول ايه اذا يجي فلان قص انا اشتري له كنيسه, انا اشتري له بيت. انت ما تشتغل للمسيح, انت تشتغل لاجل نفسك. Yes, God bless you. فكنيسة هي كنيسة يسوع, مو كنيسة لا قطرك لا مطرة لا طاقة ولا أي قس ولا أي شماس ولا أي عضو من الكنيسة. كنيسة هي يسوع. كلنا خدم وكلنا عندنا مواهب. أنا أجتي لي نعمة ناصر كاهن, مو معنى أصير دكتاتوري عليكم. أنا خادم. شماس دعوة أن يخدم. شماس معناتها خدامة. جوطة ترتب بأصواتها. اللجنة تنظم إداريات. أنتوا نتبع هاي الخطوات. فاليوم يسوع دخل إلى الهيكل وشاف هالهيكل اللي بيعها الغنم والبقر والحمام, صار عصبي, صدع بيده قمشي. بس ما ضرب ولا واحد. أنتوا ما ضرب ولا واحد. لو كان ضارب كان يحاسب. يسوع صنع هذا القمشي. زين القمشي بيت يسوع, شوف ايش قد قوه قالوا, ايش قد سلطان عنده يسوع بهذا القمشي. مثلا هسه اذا انا اجيب لي كره قدم, ايش قد سعر كره قدم؟ هاو ماتش ذا فوتبول سوكر, هاو ماتش؟ 20 باوند؟ 15 20؟ يعني اذا انا اجيب ذات سمول بول اتس اباوت 20 باوند اور 30 باوند ماكسيموم. Right? Is that good quality? هاي بإيدي تسوى 20 pound. إذا بيت بيلي مش قد راح تكون. وهي نفس الطلبة بس ليش النعمة؟ فنفس الشيء بيت يسوع يختلف لما يكون بيدنا. يسوع أعطانا سلطان حتى نخدم, ما دكتاتورية. كنت وين أعيش على الهيكل؟ زي لما كنت مسبنان التورة وقربة ويومي مش عصبي, وانت قال قولة بس لمخيل ولا خط, لمخيل ولا خط, صرخ لها الليل وبعصبية قامت كلها. كان عيد, كان عيد, باس اوفر, هي ميشن, واز ا بيج فيست.
وكان يجون كثير ناس من مناطق مختلفة لهذا السبب كان أكو money changers كان يغيرون العملة. ليه؟ لأن هذا يجي من غير أورشليم من بعيد لازم يستعمل العملة المحلية، لأن هذا يريد يشتري غنم، يريد يشتري حمامة، يريد يشتري بقر، ما يستعملون بالعملة الأجنبية، يستعملون their own money. If you want to buy something should be there's a money changer there to change. مثل ما موجودة هنا هسه إذا تروحون فيكتوريا وغير مكان هذا صارت small batch or small office. It's money changers. They join from outside their country. They change their money to spend it here, right? هاي موجودة. فلما يسوع شاب هنا صار عصبي، قلب الموائد وطرد الغنم وطرد البقر بقمة عصبية يسوع. شوف الرحمة مالته. إجا على الحمام فيها منها قطعة. ليش؟ ليش حمام؟ ليش ويا حمام صار so nice? Why with the pigeons Jesus become so calm and humble? He said, take this and go up. Why with the others? Why with the money changers? He threw it out. And the sheep, the oxen, out, out. But the pigeons say, الغنم إذا طردوا الراعي يقدر يجيبه، البقر إذا طردوا يقدر يجيبه، الماني تشينجر إذا ما غضبوه يقدر يلمعه، بس الحمام إذا طاب شلون يرجع؟ شوفي رحمة ربنا، هاي رحمة يسوع. صدقوني صلب يسوع وآلام يسوع كانت لازم تبدي اليوم. اليوم لما دخل الهيكل وبهاي العصبية وصرخ وخدم الكل قدام الكهنة والكتبة والفريسيين والصديقين والحرس لم يضع يداً على أي واحد، ما خلى إيده على أي واحد، على يسوع. أي واحد منهم ما إجى قال له شو تسوي أنت؟ لزموه، صلبوه، قتلوه، عذبوه، ولا واحد حكى. ليش؟ لأنه قال كلمة حق. بيت أبي واجه الكل، واجه الكل. هذا درس اليوم لنا. من ماكو بيان محمد قعد من هناك فيروس هناك اول وحده وانا وياها والشماشه وكلها. تريد تبني كنيستك؟ واجه الشخص. تعال واجهني ابونا عندي كذا وياه. اريد ابني كنيستي. بس اذا تريد تخدم كنيستك تطلع تحكي برا ابونا كذا شماس كذا لجنه كذا كواير كذا واحد بالكنيسه شكل سوى انت تتهدم. هذا الشيطان بكل معنى الكلمه. يسوع قال ابتعد عني يا شيطان. قال له بطرس قال له ابتعد عني يا شيطان. ليش؟ لانه لا زال افكاره افكار ارضيه. اليوم خلي نبني كنيستنا، خلي نطرد هاي الأشياء الزمنية. ارفعوا أفكاركم إلى العلا. صار عندنا متمسكين مظافرنا ويدينا ورجلنا كلنا متمسكين بالحياة الأرضية. شو كنا راح نرفع أفكارنا؟ أنت تيجي للكنيسة ما كنيسة بيت تجارة، كنيسة هي بيت الخط، هي بيت الخط، بيت الحطاية هي إيتا، ليلة تجارة، ليلة بزنس. بس إيتا هي سنقطة اللغة، صرت لدعم ليوهو، حضور ليوهو مهمين، لا بس الإيتا وعاف المناسبة، حضور لازم هاي اللوخن قاوت إيتا، ومن دوحوت انت إيتا، لازم قدموت ولوت إيتا، مثلا دعم باتي إيتا وعاف وكريسمس ويومات خندت إيتا وعاف، باتي تدخل ما تدخل قائمة شمانة إسري شمانة، بيوم حقق خرازة. عزيزي لخ مخكوي بحسب بزنس، لخ مخكوي بحسب مادة، بس قوم اللي كبت لمنك لازم هم هاي المضاحك البقالين مضاحك، وقوم اللي جودت إلى تأيتا لين أخذ بجيب الجوحة منها، وليش نتيلة بغداد خلت لي راتب، جماعش نتيلة بغداد بلت لي راتب، أنا قلت لي راتب تدعيش اللي ليش يخشوا لك خير. كل الكنيسة خدم بالكنيسة نخدم، ما حد ما ياخذ راتب، انا اخذ راتب صحيح، بس اخذ على قد معيشتي، ما ادور هاي لايف ولا
normal life. فيسوع يقول خدام الهيكل من بيت الهيكل من بيت المقدس يأكلون لأن ما عندي غير خدمة. وأشكر كل الناس والعوائل اللي تخدمني وتساعدني بكل شيء أشياء اللي تعملها الدنيا. إذا لما أكون داخل الرسائل تشوفوني بس لما أحب بس ما تعرفون داخل الرسائلية بالبيت في ناس تعيني إذا طبخة أو شيء أنا ممنون أشكركم وايد. بس اليوم خلينا نفكر في كنيستنا. يسوع صار عصبي قدام الكل، مسك هذا القنفي بس ما ضرب ولا واحد، طرد كل طرد الخطيه. يسوع دخل الى هيكلنا، يعني يريد يدخل جسمنا يطلع هاي الافكار السيئه، ينظف قلوبنا حتى ناخذ قربان، حتى يكون صحنا اللي هو قلبنا يكون نظيف لما يقعد يسوع بينا. إذا يكون وصف وين يروح يسوع؟ ما عنده مكان. إذا عقلي مشغول شغل بزنس 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 ماكو مكان ليسوع. إذا قلبي يسوع شفتوا مسيرة يسوع، من يقولون عن ابن الإنسان؟ جاءوا التلاميذ مكان عندهم وقت يروحون يشترون بقوا مع يسوع، واليوم دخل إلى هيكلنا. سووا مثل فيلم، أنت تمشي مع يسوع، بس خلينا أنت تمشي مع يسوع ويسوع دي يسألنا هل يا ترى رفعنا حياتنا عن الحياة الأرضية حتى نتأمل بكلمة يسوع، حتى نعيش يسوع؟ رح يولد يسوع بيناتنا وحتى احنا مصافين مع بعضنا، رح يولد بعد شهر رح يولد يسوع مبدئيا حسب الطقس الكنيسة، رح يولد يسوع بعد شهر. Jesus is gonna be on Christmas after one month. If this one month is, I'm not preparing my life to accept that Jesus' birthday, how come? Or if I'm not be happy with the other friends or neighbors or relatives, you're not good with them, how come you're going to accept it? You're receiving the Holy Communion now on the birthday of Jesus. If not, please sit with yourself and just do the meditation. Think about Jesus. He's going to be born to save us. He born for us to save us. اختمها معاكم قصة. قلوا نسر طاير بالسماء وشاف فوق على المي جاري المي، وشاف فوق المي شوفوا غنم جثة ميتة، غنم أي شيء ميت. لما شافوا النسر اجا من كل اظافيره طلعت كلها اجت حتى يشيلوا ويوديه ياكل بينه. لما دخل اظافيره من الجثه ما قدر يطلع، فبقى هناك ياكل ومي جاري، لا تنسوا مي جاري، فما طلعت بعد اظافيره. ختم المي دي يمشي والجثه تتحرك، هو اخذ دي يمسكها ودي ياكل من عندها، فالمي جاري وصل الى شلال راح يقع. فش قطرة يطلع من عنده ما قدر لأنه دخل اللحم بإيديناته وعصبي جسمه وهو دا يأكل ونزل بيه جثة ومات. هذا هو حال الإنسان المتمسك بالحياة الزمنية، راح نموت في الخطيئة ويسوع إجا حتى نعيشنا بالنعمة. آمين.